علي، علي قوم بدي اياك. وصلك تبليغ مشان الطلاق؟ ايه اكيد، مو متوقع انه مبارك لك. اكيد لا، وما رح تطلق ورح تتراجع عن هالدعوة هي، وما رح تحضر المحكمة. عم تفهم؟ علي، شبك ليش واقف هيك؟ شو هالحالة هي؟ اسمع، إذا حابب إنه تتحسن وبدك ياني ساعدك، المفروض تسمع كلمتي. طيب ماشي، رح أعمل مثل ما بدكن أنتو. كثير منيح. انت بتضل من هالعيلة يا علي، ومالك مثل اخوك عزت محترم جدودك وعاداتك على طول. شوفي ولا شو صار لك فجأة؟ لا تكون جنيت مثل امك كمان. لا انا لسه ما جنيت، بس الظاهر انه انتو الاثنين جنيتوا على الاخير لما صدقتوا اني ما رح طلق زهرة. علي، انا قلت لك انه كنت هالبيت ما بتطلع منه الا على الكفن تبعها، واذا بتروح على المحكمة زهرة بتموت. لا لا، اصلا زهرة اذا بقيت هون بتموت. إذا ضلت بهالبيت هاد، أنت بتقتليها بتخريفك. بلا ترباية، بلا أخلاق، لك أنت كيف بتحكي خلاص هيك معي؟ برأيي علي بده شوية وقت ليفكر. أصلاً مبين إنه مانو بحالة تسمح له يقرر. تعا علي، تعا معي. ليك، أنا كمان أخوك الكبير. وقعدتك فوق بالأوضة مو مريحتني بنوب، صار فيك تتفتل براحتك بالقصر. ماشي؟ يعني صار فيني اطلع؟ طبعا صار فيك، تفضل. طيب انت شو عم تعمل عدنان؟ ما سمعته شو كان عم يحكي؟ لا تاكلي هم ستي، رح لاقي طريقة اقنع فيها وما رح يتطلعوا ابدا. يلعن هالحظ. لك بعد هيك يا ربي. هلأ وقتك؟ هاي أسماء المرضى تبع اليوم دكتورة. شكراً كتير.
كرمال بنتي ما تحضر المحكمة عم تحاولوا تبعدوها، بس أنا ما رح أسمح بهالشي. إيه؟ وين السيارة؟ وين اختفيت؟ عم أسمعك زينب. كيف؟ زهرة عندك بالمشفى؟ يلا يلا أنا جاية لعندكم. لك شو عم يعملوا بهالبنت يا ربي دخيلك. يوم أنا وزهرة رح نتطلق، بس ما حدا رح يسمح لكم. لك ابني ماني مستني الإذن من حدا، بكفي أخي عم يساعدني. عزت ما؟ إيه عزت. معناتها أنت عم تشوفه لعزت؟ ليش ما عم يجي ولا حتى عم يتصل فيني؟ أمي كلهم عم يضحكوا عليكي، ما حدا عم يسمح له لأخي يفوت على القصر. فوق هاد كمان منعوه إنه يشوفنا. لا تردي عليهم أمي. علي؟ علي؟ لك ابني أنت لوين بدك تروح؟